شربت بنضارتها كده، ولو ان هنا في نضاره برضه، بس هنا في عبقريه. لا بس دي نضاره غير، لا دي نضاره اكاديميه. دي اكاديميه خالص مش كده برضه؟ ميرفت الوحيده اللي فينا اللي يعني كملت الدراسات بعد ما خدت البكالوريوس لغايه ما وصلت لرئيس قسم سابقا رئيس قسم ومدرس دلوقتي في الجامعه الامريكيه، فهي الوحيده يعني. هي كانت رئيس قسم اعلام جامعه امريكيه. بالظبط. تشرفنا. اهلا وسهلا. لا بس هي كمان البركه بتاعتنا. البركه. هي اللي كنا ايام الفور ام قبل ما نطلع لازم تقرا لنا قران وتنفخ في وشنا وبرده ترقينا وبرده تعمل لنا زي تحصين قبل ما نطلع كل مره، كل مره ان شاء الله طلعنا في 3 مرات في نفس الليله. كل مرة نطلع على الستيج لازم ترقينا. انتوا عندكم حكاية الرقوة دي والحاجات دي والحسد وال والعروسة الزرقاء، هل ده من ايام البيت بتاعكم ايام مسيو سيكورال؟ ايوه لا مش هو اللي علمنا، لكن لا انا فاهمه. ما هو طلع ده السبب. الله يسامحك. انا مش انا اللي هحكي، احكوا لي حكاية اللي بيطلع لكم. يعني الاول نبتدي بالبيت اللي هو طلع وبقى العمارة دي في الفيلا. الفيلا اللي هو الفيلا دي. الفيلا دي ايه حكايتها؟ 10 شارع يحيى باشا ابراهيم في الزمالك. ايوه. سريلانكا حاليا. سريلانكا حاليا بجانب دي الفيلا بتاعت مسيو سيكورال اللي هو احنا ساكنين فيها من سنه 57. ايوه. لا 56. لا ايه 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 67. ايام ما اتولدت سنه 67. ايوه كده خمس سنين. خلاص يا دكتور. خلاص يا دكتور. ايه صلي على النبي. خلاص خلاص عايزين تفاصيل. حلوة قوي. عايز في الفيلا من خمس سنين لازم نقول كام صلاة. وبعدين ف لا كملي انت بقى. لا 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 بس من غير سنين عشان ما يحصلش سهو او خطا. أيوة خليها هي اللي تكمل. لا والنبي انت حكي احكي على ايه؟ احكي على ما سلفاتور ازاي كان البيت كان ما بتشمع بالشمع الاحمر. ليه؟ علشان كان سلفاتور شيكورال كان هو صاحب محلات شيكورال كان يهودي وكان رئيس الرابطه اليهوديه يعني. فكان البيت مشمعينه. وبعدين ابويا بما انه كان عايز باستمرار ظابط كان جنب مجلس الفنون كان وقتها هو. وهي شبطت في الفيلا فجاب الفيلا وسكننا فيها. وكانت الفيلا ايجارها 6.5 جنيه. فاهمه ازاي؟ ولما تعرضت للبيع تعرضت ب 20,000 جنيه فيلا دورين مساحه 200 متر في الزمالك. فيعني بس 20,000 جنيه بقى سنة 90 برضو كتير. بس ما حدش كان يعرف انها مسكونه. الحمد لله كان ما كانش حد بيقول انها مسكونه. مسكونه ايه؟ هو سلفاتور. ما هو سلفاتور اتقتل. بحسب ما تقوليش. لا ما هو سلفاتور اتقتل مسكونه فيها. ومراته ماتت بعديها ب 40 يوم وابنه هو بيجيب مانجا من الشجره وقع بيه سور السطوح. يا ساتر. بسم الله ما شاء الله يعني كانت يعني مسكونه رسمي. لا بس احنا كان بيطلع لنا سلفادور يعني انا ما شفتش. لا ما فيش لا الام ولا الابن. ولا الام ولا الابن يعني هو سلفادور اللي هو صاحب اللي هو انا مره سمعت الدكتور عزت بيقول ان هو كان بيكمل النوته بتاعت بابا ابويا. صحيح. ابويا اصلا ما كانش بيصدق في الحاجه دي. ابويا قلبه جامد جدا وظابط وحضر حروب كتير قوي وفي ناس كتير قوي من اصحابه اتقتلوا جنبه. يعني هو قاعد كنت عارفه جيش يعني في خندق رصاصه تيجي في اللي جنبه يجي ساكت شايله ومركبينه القطر وراح. شاف ايه بقى؟ فما كانش بيصدق. فضل يقول لنا انتوا بتتكلموا طب خليه يطلع لي وانا مش عارف اعمل فيه ايه ومش عارف ايه اعمل فيه ايه. فمره بقى فجأة. لا لا ابويا ماني اول واحد. لا ابويا ازاي طلع لابويا؟ طلع لابويا ازاي بقى؟ انه كنا في الاخر خالص خلاص يا ما قلنا كنا كلنا في اسكندريه وهو كان قاعد لوحده وكان قاعد يلحن. هو كان ملحن واحنا كلنا مش موجودين بقى. فهو قاعد كان زمان بقى الطريقه القديمه ان تجيب الريكوردر وهو كان بيعزف على العود وبيلحن الاغنيه ويسجلها ويعيدها تاني. المهم نسي يفتح الريكوردر لعب الاغنيه وبعدين بس على الريكوردر لقى واقف قال يو انا نسيت ونسيت اللحن اخش اجيب كوبايه ميه وهرجع تاني. خرج ورجع وقعد
وهو راجع الاوضه سمع لحن بيتصفر في ودنه دي ابتدت كده. ف طبعا حاجه غريبه، لكن قال ايه طيب يمكن يعني عل وعسل ان الحكايه الحكايه تبقى عادي بيتهيألي يعني. قعد لحنها ومش عارف ايه وبتاع وسجلها وقفل وقال انا هريح شويه عشان انا تعبان، ده حكايته هو. ونام كويس. احنا كنا كلنا في اسكندريه طبعا، كان ده كان في اغسطس، فكان هو بالاندرويرز ونام. فبيقول هو نايم بص لقى خيط طالع من خرم الباب، والخيط ده ابتدى يكبر، ومع انه بيطلع لنا كان عادي الراجل عمره ما خوفنا يعني، وكبر كبر كبر لغايه ما خد وش الجتاع ده الجدع ده، فضل يقرب يقرب منه يقرب منه لغايه ما بقى فيس تو فيس يعني وشه في وشه، وراح هزز له دماغه يعني انا هنا انا اهو انا هنا هنا يا ابويا وبعدين ابويا بقى بص الشجاعه والاقدام والقلب الميت والكلام ده كله، جري زي ما هو كده في الشارع بره. والله وصدق يعني قال لنا انتوا عندكم شافوا شافوا قدامه وحط له فرشه التواليت في ظهره وقاعد بقى يلعب معاه احكي انا حكيت فرشه التواليت في ظهره مره بيحط الكبريت عايز يولع البوتاجاز يجي ما يلاقيش الكبريت يروح ما يلاقيش الكنكه بتاعت القهوه فقال له انت بتلعبني بقى مش عارف هقدر اكمل لا 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 دي ابسطهم يعني انا عرقت بس في الاخر احنا ما بقيناش نخاف منه خالص. ازاي ده كان بيطلع لما كان بيتمشى كلنا كان بيتمشى كده يعني لا احنا شفناه اوعي تقولي لي بقى بشمعه وحاجات كده زي الافلام شمعه او لمبه او فانوس لازم امسك معاه حاجه ويوم ما فريدي كان حكايه الاسانسير دي حقيقيه؟ أنا اللي قلتولي عليها قبل كده؟ الاسانسير اللي كان في المطبخ اللي بيطلع والحاجات دي لا ده انا ده انا لوحدي ده في البيت التاني بقى باين لي السباتور جه هو جه وراك انتوا كل ما تروحوا حته يروح وراكوا يروح ورايا ايه لا طبعا وراك انت بالذات لا بس مش السباتور صحيح مش السباتور لا انا بالنسبه لي مراته في الاغلب مراته بسم الله الرحمن الرحيم يعني كان ناس كتير ما بتصدقش لكن الموضوع والله ما فيه سرح ولا حاجة لكن هو كان كده خلاص يا دكتور صدقت ومن كتر ما صدقت مش قادرة أكمل مش عايز أكمل معاك وامشوا بقى خلاص بعيد عننا بعيد عننا نرجع لبيت العيد